بسم الله. في بعض الأسئلة عن البن إن شاء الله نجاوب عليها بسهولة. من ضمن الأسئلة، هل الحكومة لها دور في موضوع البن؟ اه طبعا لها دور كبير. طب ايه علاقة الحكومة بالبن؟ أولا قبل ما نتكلم، كفاية مثلا إن الرئيس أوباما اتكلم عن البن، كفاية إن بريطانيا فرضته في 2016، إن هو في أول 2016 مفيش مشروع سلم غير لو كان بن. في دول زي سنغافورة، زي استراليا، بدأ الموضوع، وبعض دول أوروبا بدأ الموضوع فعلا يبقى إجباري. فالموضوع ما بقاش اختياري ان احنا نتعلم بيم او نتعلمش بيم، مش اختياري. هي طبعا الدول العربية بتقلد الدول ديت، وفي دولة سبقت جامد زي دبي خلته اجباري. قطر بتدرس الموضوع، بتصرف عليه كتير جدا، قطر فاونديشن. فالموضوع فعلا دخل في موضوع ان هو يبقى اجباري في كل الدول العربية، تمام، في الفترة اللي جاية. لسه ما بقاش اجباري في كل الدول العربية، فلازم ندوس فيه ولازم نبقى سباقين فيه. طيب الحكومة لها دور. الحكومة لازم بتعمل تشريعات لأي مباني، لأي حاجات هتتعمل، فلازم هي تحدد البيم دوت، ولازم تحدد دلوقتي. هي قالت لازم مش هتسلم بيم. طب ايه هو البيم؟ هل البيم هو الأرشكاد؟ هل البيم هو الريفت؟ هل البيم هي اللوح؟ لازم تتشرع ايه هو البيم وازاي اسلمه. هل ممكن ارسم لك كله موديل كله ريفت مثلا وادولك كله كلاشات، ولا لازم يبقى مفيش كلاشات؟ اكيد طبعا لازم يبقى في كلاشات، فلازم يبقى في معايير محطوطه، لازم يبقى في حاجات ستاندرد تمشي عليها، تقول لك والله لازم يبقى في كذا، في شروط معينه لازم تتعمل في الموديل. بريطانيا مهتمين جدا بالموضوع من مايو 2011، بقى في شروط لازم تتعمل. في 2016 هتبدا تطبق وتبقى حاجه معتمده. هما بيحاولوا ان هو يوصلوا ان كل المشاريع الحكوميه على الاقل تبقى بيم. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن الحكومه تقول لك انا هكافئ اللي هيستخدم بيم، تمام؟ يعني في الاول ما تدخلوش اجباري، لان احنا لسه اصلا بنسمع عنه، المهندسين نفسهم لسه بيسمعوا عنه، فبالك بالحكومه. طب ممكن تتشجع تقول يا اخوانا اللي هيديني النموذج بيم هعفيه مثلا من حاجه معينه، هديله مكافاه ان هو مثلا المساحه اللي هو بيم فيها بنت هاوس تزيد مثلا، هعفيه من شويه رسوم، تمام؟ واحده واحده يبقى اجباري، ويبقى في كود للبيم، تمام. برضو البيم مش غايه، لان في ناس تقول لك انا هصرف 2 مليون على المشروع بس يطلع بيم. لا، البيم وسيله، هو جاي خادم يخدمني ان هو يطلع لي الحاجات بدون كلاشات، ويظبط لي الحاجات بتاعتي انها تبقى وفقا للكود، ما بقاش في تعطيل في الوقت الزمني، كل الحاجات دي لازم تتعمل. فهو وسيله لا غايه. هل في مشاريع اتعملت؟ في مشاريع كتير جدا اتعملت، بالذات خاصة في قطر والإمارات. في قطر في مباني كتير جدا زي اللوسيل، زي مستشفى صدر، زي مول في قطر اللي أنا شغال فيه حاليا. في حاجات كتيرة حكومية بتبقى إجباري لازم عشان تاخده يتعمل بيم. عندنا متحف قطر الوطني، قطر قطر السكة الحديد في الدوحة، ده برضو اتعمل بيم. مدينة لوسيل تعمل بيم برضو. في الإمارات عندنا مطار أبو ظبي، مستشفى المفرق، مركز عبد العزيز الثقافي العالمي، مدينة مصدر، متحف اللوفر، برج خليفة، ده أساسي لازم يتعمل بيم. حاجة بالحجم الكبير دوت لو عملت أوتوكاد يبقى أنت بتقول المبنى يقع، لأن حاجة ما اتعملتش قبل كده. فلازم أعمل عليها تجارب وأعمل عليها شوية حاجات أناليسيز، أتأكد إن هو هيتحمل. لازم أنسق إيه الحاجات اللي هتتعمل مع بعض. في برضو برج هتعمل في السعودية إن شاء الله، برضو كله هيتعمل بيم. أنا شفت البيم بتاعه معماري وإنشائي، جميل جدا، تمام. برامج البيم غالية، غالية شوية، بس هي قريبة من سعر الأوتوكاد لو أنت هتشتري نسخة أصلية، بس هي أقل تكلفة من لو أنت مستخدمش البيم. يعني اللي أنت هتدفعه في السوفت وير، وما انصحش حد ان هو يشتري سوفت وير وهو بيجربه، لا، بتنزل نسخه تجريبيه وتجربه عندك، وتجرب كذا برنامج وقارن بينهم وتشوف احسن واحد فيهم وتشتغل عليه على الاقل 6 شهور، تاكد ان هو كويس، وبعد كده تبدا تشتريه. انما شركات كتير جدا بتشتري 100 نسخه، والنسخه بتكلف مثلا ممكن 50,000 ويرميهم، يبقى حرام، تمام. الريفت مهم او البيم مهم. سؤال مكتوب، هل الريفت مهم مستقبليا؟ السؤال لازم تعدى ان هو يبقى البيم مهم ولا لا، لان الريفت اداه من الادوات، تمام.
مهم، بدليل ان هو في دول زي الامارات، في اماره دبي خلاص خلته اجباري، تمام؟ مش في كل المشاريع، المشاريع اللي هي بتزيد مثلا على مش فاكر 4 ادوار او 5 ادوار اللي بيزيد عن كذا متر، تمام؟ المباني اللي بيزيد ارتفاعها عن 40 طابق اجباري، المباني اللي بيزيد مساحتها عن 300 ألف قدم مربع، المباني زي المستشفيات، المباني المقدمة من فرع مكتب أجنبي، تمام؟ كل الكلام دوت لازم يقدموا بيم. لو ما قدموش بيم مش هيعتمد، مش هياخد وصلة من الكهرباء والمية، ومش هيفتح أصلا، تمام؟ البيم بيستخدموه في أي مرحلة، من أول ما نفكر نبدأ لحد ما بعد ما نسلم المشروع، تمام؟ في اساطير كده بتتكلم على البيم، في ناس كتير فاكره ان البيم من ضمن الحاجات. انا كنت رحت شركه اول يوم ما اشتغل فيها، فكنت قاعد لسه ما كانش مع مدير، فكنت فاتح درس تعليمي، تمام، على حاجه في البيم كده كانت نازله جديده، الدينامو، وهو الدرس شغال، تمام. قعدت مع المدير بتناقش معاه، فالناس معديين لقوا الماوس بيتحرك وفي حاجات بتفتح وتقفل، فقال لك يبقى خلاص البيم دوت بيشتغل لوحده، يعني انت مجرد بس تسطب البرنامج تلاقي هو بنى وقعد يعمل حيطان وشبابيك طبعا الكلام ده مش حقيقي، تمام. البيم هي ادوات سوفت وير، لو واحد استخدمها غلط او هو مش عارف الكود هيطلع شغل زي النيله، زي الاوتوكاد، يعني مجرد ادوات مساعده بتخليك تركز ان انت تصمم صح، ما تشغلش بالك بقى هعمل تريم وفلت والحاجات دي كلها، تركز ان انت تصمم صح، تمام. البيم مش هو الريفت، الريفت برنامج محترم. السؤال ده بيصير كتير جدا، البيم هو الريفت؟ لا، انا دلوقتي بشتغل على سوفت وير اسمه الريفت، مفيش سوفت وير اسمه بيم، بس بشتغل بفكره البيم، تمام. ابدا اتعلم بيم امتى؟ ابدا دلوقتي، ابدا اتعلم. يعني سيدنا علي النبي طالب بيقول قيمة كل امرئ ما يحسن، كل ما اتعلم حاجة يبقى دي حاجة في مصلحتك، كل ما تلاقي حاجة كويسة ومطلوبة ابدأ اتعلمها، تمام. طول ما انت فاضي حاول تضيف لنفسك معلومة جديدة، تمام. طيب، في كام كلمة كده حلوة عن البيم. في واحد كان بيقول اسمه بيتي، لو ان هناك كتاب واحد سيكتب في البيم لازم نكتب عليه كلمة على الغلاف اسمها لا تقلق، لان البيم بيخليك مركز وراسي. ثورة البيم جت في وقت كان الناس لديهم استعداد لمشاركة وتزامن الأعمال بينهم والتحرك نحو المرسى المتكاملة والتي تحدث عنها دائما في الصناعة. البيم جه في الوقت اللي احنا محتاجينه، احنا فعلا بدأ يبقى فيه إهدار كتير، بدأنا نشتغل في مشاكل كبيرة جدا، فكل واحد عايز يعمل مبنى مختلف عن التاني، فبنسب كتير جدا، تمام. البيم هو عبارة عن 10% تكنولوجيا و90% علم اجتماع، وإن أنت تبقى عارف تنظم الشغل بينك وبين الناس اللي معاك في المكتب وتقدر تتعامل معاهم ويبقى عندك فهم للتكنولوجيا. 90% علم اجتماع. هو البيم اتوجد عشان يعالج المشاكل بتاعت الكاد، تمام. فهو اتوجد لان كان عندنا مشاكل في الكاد، فهو اتوجد عشان يحل المشاكل ديت. فلو انا استخدمته بنفس استخدام الكاد، تمام، يعني في واحد يقول لك ايه، انا كده كده مش هديهم 3 دي، هديهم 2 دي، فهرسم اي حاجه على اي ارتفاع واكتب الارتفاع اللي انا عايزه، يبقى ايه لازمته؟ يبقى مش بيم. عشان نبقى متفقين، يبقى ده مش بيم، تمام. استخدامك للبيم كان هو اوتوكاد، كانك بتستخدم الحاسب عشان ترسم عليه بفرشه، جايب فرشه وبترسم. طب ما انت لما سطت فوتوشوب ولا حاجه خالص وعمال ترسم بالقلم على الشاشه، يبقى ده كده كانك استخدمت البيم كانه هو كاد، تمام. كانك بتعمل ايه؟ ده مثلا انا بحب اضربه، كانك جبت سخان ميه كهربي، سخان ميه كهربا وحطيته على البوتاجاز عشان تعمل قهوه. طب ما هو المفروض توصل الكهرباء، لا انا هعمل كده، تمام. فهو ان شاء الله صدقا انا شغال في شركه وناس كتير جدا بتقدم سيفات كتير جدا على موضوع البيم ومطلوب كتير وناس كتير بتتحرك فيه، وناس شركات كتير جدا جدا في الهند بالذات بدات تتعمل في الموضوع ده وتكسب منها كتير. فان شاء الله الوطن العربي يبقى سباق في الموضوع ده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.